بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية، الزميلات والزملاء، تحية طيبة. في البداية أتوجه إليكم بخالص التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. أنا بطلع النهاردة بعد استئذان أستاذ النقيب والزملاء أعضاء المجلس للرد على ما جاء في اللايف اللي قام به الأستاذ النقيب السابق والعضو المعين بمجلس الشيوخ. بداية نبارك له طبعا على التعيين، على تعيينه بمجلس الشيوخ، ولكن نبدأ فيما ذكره بترتيب كما جاء لديه. أولا تحدث عن أعداد أعيدت من الزوال وأن هذا هو جل نشاط المجلس على سند غير صحيح فيما يقول. أولا الأستاذ النقيب عندما تحدث عن 4000 حالة كان الكلام واضح عن وجود 4000 حالة تقدموا بتظلمات بالفعل، وليس 4000 حالة قبلوا أو رفضوا. طيب ال 4000 تقدموا بالتظلم فصل تقريبا بالإعادة في حدود 500، رفض حوالي 780 ل 800 تم رفضهم. ثم عرج الأستاذ النقيب السابق العضو الشيخ المعين بمجلس الشورى متحدثا عن بعض الأحاديث والأرقام التي وجب علينا الرد عليها. بعدما تجاوزنا قصة 4000، لا هم مش 4000، 4000 دول من تقدم بطلب فعلا بتظلم، وما فصل بالرفض وصل ل 800 حالة، وما فصل بالقبول في حدود ال 500 حالة حتى الآن. طيب الفرض الجدلي اللي قدمه حضرته قال ان احنا عندنا 10000 حالة اعيدوا من الزوال. طبعا لضيق الوقت انا لو كنت جبت الارقام اللي تم عايتها من الزوال في 18 و19 بمعرفته بعدما تم دفع اعادة قيد، رسوم اعادة قيد، وهي السبب الظاهر في الفائض الذي تم في الميزانية، لا أنا بقول لحضرتك 10000 رقم غير صحيح. وخليني أكمل معاك على الرقم اللي حضرتك قلته. قلت إن في 10000 دول عايزين هياخدوا معاش. هل 10000 كلهم على قولك وهو فرض جدلي يجافي الحقيقة بمجرد عودتهم للزوال هيتقدموا بالحصول لمعاش؟ أذكرك وأذكر نفسي أن ده إجراءات الحصول على المعاش فضلا عن أنها في أكتوبر من كل سنة تستلزم طبقا للقانون ان يقدم دليل اشتغال فعلي عن عدد سنوات ممارسه للمحاماه حتى يتسنى لنا حساب قدر المعاش المستحق، فلازم يقدم ادله اشتغال، فامر مفروغ منه. فاذا كان على زعم حضرتك ان هم غير عاملين بالمحاماه وحاملي كارنيه فقط بالطبيعي، يبقى هم دخلوا مورد للنقابه على فرض جدلي غير الحقيقه، لكن مش هيقدروا يحصلوا على معاش. ننتقل الى امر اخر، العلاج. حضرتك قلت انه ب 10000 ويتلقوا علاج، هو حضرتك كنت وانت بتاخد القرار بإزالة كنت بتزيل المرضى ولا بتزيل محامين لا يمارسوا ولا بتزيل مين؟ وهل كل ال 10000 على فرض جدلي ايضا لا يجافي الحقيقه؟ اذا ما عادوا فهم كلهم مرضى وكلهم راجعين عشان يتعالجوا وكلهم جايين عشان ياخدوا ال 10000 جنيه؟ طبعا هذا فرض غير حقيقي سيادتك ابتديت بيه للوصول الى نتيجه هي ايصال معلومه غير صحيحه للزملاء المحامين. طبعا معروف فكره المغالطه المنطقيه اللي هي مغالطه رجل القش، ان انا احاول اضع معلومات حقيقيه، معلومات غير صحيحه في قالب معلومه حقيقيه، ولكن بقول لحضرتك كما قلت حضرتك ما تقوله غير حقيقي، واستخدم اللفظ اللي حضرتك قلته لان غير ذلك لا يليق لا بنا كمحامين ولا بحضرتك كنقيب سابق. أعرض بعد قصة الزوال وما وصلنا إليها أننا أمام زملاء محامين يقدموا مستندات تراجع بمعرفة أعضاء المجلس اللي حضرتك بتتهمهم النهاردة، وأنا ما أعرفش الاتهام ده جايبه منين. كل الناس دي كانت شغالة معاك، كل الناس دي كنتوا فريق واحد، جاي تتهمهم النهاردة إن هم بيسددوا فواتير انتخابية. هذا الأمر غير صحيح وأنا حزين بسببه، وحزين لمجرد أن هؤلاء الأعضاء قد قرروا أن يكون لهم
رأي محدد يعبر عن من انتخبهم ومن أيدهم ومن أوصلهم إلى هذه المقاعد، ورفضوا مؤامرات تريمف ومؤامرات المقطم، ورفضوا الاجتماعات الليلية، ورفضوا تشكيل المجلس خارج نقابة المحامين. عفوا سيدي النقيب السابق العضو المعين بمجلس الشيوخ، لم يكن عليك أبدا أن تتهم زملائك لمجرد أنهم خرجوا واكتفوا بآرائهم أن تتهمهم بأنهم يسددوا فواتير انتخابية. هذا أمر أنا حزين، وأرجو أن تعتذر لزملائك، وهذا حق لهم عليك لأنك قد زاملوك ودافعوا عنك، وهم كانوا يدافعوا عن نقابة المحامين وعن فريق وعن وعن وعن. هذا حديث عن الزوال. الأمر الثاني خليني أتكلم مع حضرتك فيه هو ما تحدثنا عنه، ألا وهو التحدي، ونحن نقبل التحدي. حضرتك أنا فاتني، أنا آسف، حديث عن العلاج كمان والزيادة المضطردة اللي حضرتك قلت عليها، أحب أطمنك أن المعلومات اللي حضرتك قلتها غير دقيقة وغير صحيحة. عدد من اشترك في العام الماضي في العلاج يزيد السنة دي، كانوا أكتر منه. إحنا عندنا السنة دي 147 استهلاك العلاج، قيمة استهلاك العلاج في 31/12/2019 كانت 329 مليون و709 و911 جنيه. السنة دي لغاية 15/12 احنا بنتكلم في 267 مليون جنيه و265528 جنيه. لا يا معالي النقيب السابق، سيادتك الارقام اللي قلتها ان احنا مقدمين على افلاس و هذه الارقام غير دقيقه وغير صحيحه، واؤكد ان ما تقوله غير حقيقي وبالارقام. نعود الى تحديك، وهذا يسعدني كثيرا حقيقي. يعني حضرتك قلت ان احنا ما نجحناش في تخفيض 5.5 مليون جنيه من تكلفه المبنى الجديد، لا سعاده النقيب، وان كان في رحرحه، وحضرتك بتقول لا ما كانش فيه، لا كان في رحرحه. وهقول لحضرتك، اذن لي افكرك وافكر واذكر نفسي واذكر الزملاء اعضاء الجمعيه العموميه بالخطاب المؤرخ، معلش الاضاءه صعبه قوي، 9 يناير 2017، خطاب مؤرخ 9 يناير 2017، هقراه بعد اذن الزملاء. ده صادر من المكتب الاستشاري، بيقول لحضرتك بالاشاره الى موضوع عالي والى العرض المالي المقدم حول بناء المبنى الجديد، نحيط سيادتكم علما بان الاسعار المقدمه مرتفعه عن الاسعار السائده في السوق في الوقت الحالي بحوالي 22%، ومرفق لسيادتكم جدول مقارنة بين الأسعار المقدمة والأسعار السائدة في السوق لمين؟ للشركات الكبرى المماثلة، مش لمقاولين صغيرين، ولا لشركات مماثلة بذات الظروف بذات الوقت. 22% سعادتك فرق بين الأسعار دي وبين أسعار السوق في الوقت ده، وحضرتك مضيت عليه، دي الرحرحة اللي احنا بنقول عليها. وقدموا عرض، طلب فيه الاستشاري من حضرتك ان تتفاوض مع المقاول للهبوط لتخفيض هذه الاسعار بنسبه من 15% إلى 20%، من 15% إلى 20% كان عندك فرصه تخفضه، وحضرتك ما عملتش ده. الكلام ده في 19 يناير 2017، خطاب من الاستشاري لحضرتك. 1-2 الأعمال المستجدة، هل الأعمال دي زي ما حضرتك قلت احنا قعدنا معاهم وقلنا لهم زودوا لنا الأعمال دي؟ عفوا سيد النقيب السابق العضو المعين بمجلس الشيوخ، هذا لم يحدث. وعندي خطاب تاني برضو من الاستشاري وموجود في الصدر والوارد برقمه، بيتكلم عن ايه؟ بيقول لحضرتك السادة النقابة العامة للمحامين، تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى الأعمال الجارية بالمشروع، ونظرا للتعديلات التي تمت بالمشروع والتي تمت بناء على متطلبات سيادتكم والتي أدت إلى تغيرات جذرية
في التصميمات المعمارية والكهربائية والميكانيكية، وكذلك زادت مسطحات التشطيب عن الرسوم الأصلية، وبالتالي في كميات المقايسة المعتمدة، وسيتم تجاوزها عن 125% كمان، وذلك لبنود عديدة. بيقول لحضرتك ده اللي انت طالبه، الخطاب مؤرخ 23 يناير 2020. نرجع نقول لحضرتك وفكرك بالبنود المستجدة، ان العقد اللي بين حضرتك وبين المقاول لاستلام التشطيبات كان بيتكلم عن الدور الاول، الدور الارضي والدور الاول، الدور الارضي والدور الاول بالاضافة الى الواجهات وعمل الكهرباء والاسانسير حضرتك، وده كان بحوالي 65 يعني في حدود 65 مليون جنيه، يزيد او ينقص الرقم مش حاضرني قوي. ده الرقم حضرتك اجريت تعديلات واضفت الدور الرابع لو ناسي، وغيرت الواجهه من ازاز الى مباني، وده هيؤدي لتخفيض بالمناسبه، وده لازم نذكره، تخفيض عن المبلغ اللي موجود في المقايسه، لكن التخفيض الحقيقي في الاعمال دي حضرتك بعد استلام النقابه في 18/3 اغلقت النقابه لمده اسبوعين، وتم ايقاف المشروع بسبب اعمال الكورونا لغايه 1/7. الاعمال كانت متوقفه على الموافقه على البنود المستجده، فبدانا نطلب من الاستشاري اعاده تقديم ارقام استرشاديه للبنود المستجده دي، وهذا بالفعل ما تقدم. ثم عقدنا اجتماع بيننا وبين الاستشاري وبين المقاول المنفذ، وصلنا لنتيجة وخفضنا 5.5 مليون جنيه من البنود المستجدة اللي حضرتك اعتمدت البنود الأصلية بتاعتها، انت اللي طالب الأعمال المستجدة دي، والبنود الأصلية بتاعتها كانت ب 68 مليون جنيه، تشطيب مبنى النقابة ب 68 مليون جنيه، ما استطعنا أن نعيده إلى صندوق المعاشات والعلاج لمرضى من المحامين والأيتام والأرامل، ده حقهم، 5.5 مليون جنيه من البنود المستجدة اللي حضرتك طلبتها، مش احنا، احنا دخلنا وبنكمل ما هو قائم، ما طلبناش زيادة حاجة، احنا بالعكس لما لقينا الدور الرابع اللي حضرتك طلبت تشطيبه وأدى لزيادة شديدة في الأرقام، وكان مخصص كان هيقعد فيه 30 موظف، دور متكلف ما يقرب من 30 مليون جنيه هيقعد فيه من 25-30 موظف، تم إعادة توزيعهم على الدور الأرضي والدور الأول، وأبشرك إن شاء الله في خطة التطوير اللي احنا شغالين فيها حتى ده هيبقى مش محتاجينه، وهنعيد تخطيط المبنى وهنستغل كل سنتي فيه استغلال أمثل، ولن نفرط في ملي مقدرين وقابلين الحساب من الجمعية العمومية، واي حد عايز يطلع على المستندات دي بتواريخها موجوده لدينا، ممكن يجي يشرفنا فيها. ده الملف الثاني. ندخل على الملف الثالث. اكاديميه المحاماه. انا عندي بعض التساؤلات محتاج اجابه من حضرتك ومحتاج اجابه للجمعيه العموميه. ما الفائده التي ستعود على نقابة المحامين من إنشاء كيان مستقل على النقابة، مستقل تبقى لنص المادة 230 والزملاء يراجعوا، ماليا وإداريا. وعلى حد قول سعادتك في بثك السابق قلت إنه بيتعلق بإعداد المحامي وتدريب المحامي، حضرتك هذا النص لمن يرغب في القيد في نقابة المحامين مش للمحامين، يعني على كلام حضرتك ممكن نقدم خدمة فيه ل10,000 واحد، ينجح 3 ينجح 5 هم بس اللي يدخلوا، وبعد كده احنا ننقي كمان، ما النقابة بقت سدت جدولها، مظبوط؟ لا يا فندم، ده خدمة مستقلة ماليا واداريا، وانت فاكر ان كان في حوار بيني وحضرتك في الموضوع ده، قلت لحضرتك غير منطقي ابدا ان انا انشئ كيان داخل نقابة المحامين وأجعله خارج عن إدارتها وعن رقابتها المالية، ولا وجود لأمين الصندوق فيه ولا وجود لمجلس النقابة وأشرفها عليه، بنعمل كيان موازي ليه. وعلى كل الأحوال ندعي أن ممكن المعهد المحاماة يقوم بدور إذا ما أحسن وضع منهج ليه وإعداده بشكل جيد،
وهذه قضية ممكن نتكلم فيها كتير قوي، لكن الحديث النهاردة لازم الناس تعرف ان ده كيان مستقل ماليا واداريا عن نقابة المحامين. احنا بنعمل كانتونات داخل النقابة خارج عنا خالص، ما نعرفش حاجة عنها كويس، عشان تدريب وقيد غير يعني مش كلهم يدخلوا نقابة المحامين طبقا لكلام حضرتك. احنا خلصنا الزوال وخلصنا الحديث عن الأكاديمية وهجوم حضرتك عن الأعضاء غير المبرر. عندي موضوع مهم بقى قوي حضرتك قلته عن هشام القومي وعن الأزهري وعن، أنا أشكر وعلك تشكر والزملاء يشكروا، عندما سئلت أكثر من مرة إن إجراءات وضوابط القيد ليس لإزالة أحد سياسيا ولكن لتنقية الجداول مهنيا. أنا لما بنظر للملف اللي قدامي ما بعرفش ده عقدته إيه أو برنامجه إيه، وطبعا موقفي من الإخوان ما ينفعش يتزايد عليه، لكن أنا لا أنظر إلا إذا كان محكوم عليه يمشي، إذا كان لكن أحاكم فكره اللي أنا معترض عليه تماما وأرى أنه فكر إرهابي وفكر يضر بأمن الوطن، لكن ده مش موجود في الورق اللي قدامي، أنا ما عنديش في الورق. وصحيح فاكر حضرتك رئيس مجلس إدارة قناة الشرق، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق أيمن نور، اللي حضرتك بعد ما الكارنيه بتاعه طلع بموافقة حضرتك أعيد وأوقف، ليس لأنه معارض وهارب وإرهابي هذا الأمر مجاله ومكانه آخر، أما في نقابة المحامين لأنه يرأس مجلس إدارة فيقوم بعمل تجاري فيجب إعادة، وخارج البلاد لازم يقدم لنا ويجي بنفسه يقدم، عشان كده سحبت الكارنيه وقفته. أنا بفكر حضرتك بيه بس عشان إحنا في نقابة المحامين بنتعامل مع المحامي مهنيا، إذا ما صدر ضده ما يخالف ضوابط القيد وضوابط المادة 13 حبا وكرامة يتم التعامل معه طبقا للقانون، لكن دغدغة المشاعر والحديث أصل ده إخوان وبيتأيد وبيعمل، لا لا لا، حضرتك تعلم جيدا قوي موقفنا الفكري والسياسي واضح جدا وانحيازنا للوطن واضح جدا، يمكن على يسار حضرتك كمان، لكن الحديث عن نوايا وعن، وصحيح ما كان الدكتور البراعي بفكرك برضو حضرتك أيدته وهو لا يعمل بالمحاماة وغير موجود في مصر خالص، ولا يعني هذا أمر نمر عليه سريعا. أنا بستغرب إيه حكاية التحريض اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، وفين المرضى وفين 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 يا فندم؟ بقول لحضرتك لسه في مرضى بالسرطان ولسه في محامين بيعانوا ولسه في كل ده، ولكن اعتقد ان في بعض المصداقية موجودة وان شاء الله هنزودها عند الجمعية العمومية، لاننا لا يوجد من نقدم له العلاج حتى يصبونا ليل نهار يصب خصمنا، لا يوجد من نستثنيه لمجرد انه قريب او بعيد، ولكن توجد ضوابط وواضحة ومعلنة، قدم تقرير طبي معتمد، قدم فواتيرك، قدم وقدم وتراجع وتراجع بعناية. عشان كده بقول لحضرتك احنا عندنا لغاية النهاردة حجم ما انفق على العلاج بيننا وبين ما انفقته حضرتك باستثناءاتك 329 مليون و709 الف، ده 2019، احنا النهاردة في اكتوبر واحنا في نهاية اكتوبر 2020 بنتكلم عن 267 مع زيادة في المشتركين مش أقل من 5000 عضو، مع ما مرينا به من جائحة الكورونا اللي احتاجت علاج واحتاجت تحاليل والناس كان عندها هلع وكان بتجري تحاليل بزيادة عشان خايفة من جائحة الكورونا، وقانا الله جميعا وحضرتك وكل الزملاء المحامين شر هذه الجائحة. أنا مش حابب أن أنا أطول على الزملاء، لكن عايز أعيد في عجالة أن الحديث عن الزوال غير صحيح، الحديث عن إفلاس النقابة أذكرك أنه كان سبب لإحالة أحد خصومك إلى التأديب ووقع عليه جزاء، إحنا مش بنعمل كده، إحنا بنقول لحضرتك لا، الأرقام التي قلتها بعيدة عن الحقيقة، وأستخدم تاني ذات اللفظ يا سعادة النقيب يا زميلنا يا سعادة النقيب السابق،
إن الأربع تلاف دول من تقدموا بتظلم ولم يفصل إلا في حدود ربعهم لغاية دلوقتي، لأن بنراجع بعناية، بنراجع بعناية. أنا مبسوط جدا بأن حضرتك بتتكلم على الميزانية وليه ما نشرناهاش. أنا أشكر وعلك تشكر وزملاء ليس ببعيد أن الميزانيات عن أربع سنوات عرضت في 2014، ميزانيات 11 و12 و13 عرضت في 14 عرضت في 2015، وميزانيات 15 و16 و17 و18 حضرتك عرضتهم في سبتمبر نوفمبر اللي فات في 2019. انا سعيد جدا ان في تغير بطلبك بعرض الميزانيه ونشرها، واعدك اعدك ومش بتحداك، لا انا بعدك ان ان شاء الله بعد مراجعتها، لانها لسه امام الجهاز المركزي للمحاسبات، انها ستنشر بملحقاتها، ستنشر ببنودها التحليليه، هتتنشر بالكامل عشان نعرف مثلا ليه احد النقابات خدت 750 مليون جنيه 750 الف جنيه في اسبوع، ليه نقابه واحده تاخد 750 الف جنيه في اسبوع، ليه احد الكيانات الشبابيه تاخد 23 الف جنيه عشان تلبس تجيب تيشرتات موحده فيه، عشان نعرف كم مؤتمر اتعمل عشان حضرتك تخطب، عشان افكرك وافكر الجمعيه العموميه بان مثلا مؤتمر زي الغردقه كان بتعقد فيه، وده كان اخر مؤتمر، جلسه افتتاحيه حضرتك بتخطب فيها، وجلسه ختاميه حضرتك بتخطب فيها، ولجان بترأسها وبتتكلم فيها، ولقاءات ليليه حضرتك بتتحدث فيها، كان بيتعمل وايا كان تكلفته، والجمعيه العموميه عارفه ده، لاجل ان تتحدث فقط. وانا مقدر ده، لكن بقول لحضرتك تعالى نبني مع بعض نقابه المحامين. هقول لك زي ما قلت لك قبل كده في موضوع القرض ولن اتحدث فيه اليوم. حافظ على قيمة، على رسالة، على دور انت قعدت مارسته، حافظ على تاريخ انت عملته، نتفق او نختلف معاه لكن انت اديت في بعض الاوقات، حافظ على ده. مش عيب ابدا ان الجمعية العمومية ترغب في التطوير، وسنة الحياة هي التغيير. اشترك، عود الى صفوف المحامين، تعامل معاهم زمايلك، خلونا نحافظ على بعض. بلاش ال 67 واحد اللي انا وحضرتك عارفينهم بالاسم، اللي قاعدين ليل نهار يسبوا نقيب المحامين ويسبوا اعضاء المجلس. هذا الامر من الخطوره بمكان انه قد يهدر قيمه نقابه المحامين كمؤسسه محترمه، يهدر منصب ومكان نقابه المحامين. لا يستطيع من يأتي سواء في المرحلة القادمة بعد الدورة دي، سواء كان الأستاذ النقيب رجاء عطية أو غيره، أن يوقف هذا السيل من الشباب والبزاءات التي قد تهدر قيمة. إحنا بنزق نقابة المحامين عشان مصالح فردية، في منعطف، لا في هاوية ألا يحترم قيمة الكيان. لا يا فندم، نقيب المحامين ومجلس نقابة المحامين هم معبرين عنها. أن تدع زملائك بإشرافك، وأنا بقول بإشرافك لأن حضرتك عارف وأنا عارف إن ده بإشرافك، و67 واحد بالاسم، بالاسم إهانة ليل نهار. ليه دول زمايلك، دي نقابة المحامين اللي قضيت عمرك فيها، ليه تقزم منها؟ أنا آسف زملائي الأعزاء، ولكن هذا ما تيسر أن نقدمه ردا على بعض ما قيل على لسان أستاذ النقيب السابق وهو العضو المعين بمجلس الشيوخ. إن عدتم عدنا، وإن زدتم زدنا، فلدينا ما نستطيع أن نقوله للزملاء. لدينا حديث عن الإنابة الإلكترونية، محتاجين نعرف كلام كتير عنها. عندنا 175 جهاز كمبيوتر و200 مكنة تصوير مش عارفين هم فين. ويرفض من الاستاذ عدنان الزراع اليمنى الاستاذ النقيب ان قد يقول لنا بس هم فين، احنا عايزين نشتغل يا جماعه، عايزين نوصلهم للمحامين. عندنا اربع سنين الاخرانيين
وقبليهم أربعة تانيين وقبليهم كم ممكن نتحدث عما قدم وما قدمناه في سنة. أنا بقى بشر الزملاء المحامين إن شاء الله بإذن الله من 1/1/2021 سيكون النظام المالي في نقابة المحامين العامة والفرعيات جميعها مميكن وإلكتروني وعلى الإنترنت في نظام واحد، بحيث ما فيش جنيه هيطلع من نقابة المحامين العامة ولا الفرعية إلا ما يكون بمستند وموثق وتحت رقابة الجمعية العمومية. لو لم نفعل إلا أن نوقف هذا الهدر في أموال نقابة المحامين وأن نعيد ونضع هذا النظام لكفانا أمام الجمعية العمومية. أقول قولي هذا وأدعو الجميع إلى الالتفاف حوالين نقابة المحامين. علينا أن نحترم بعض، يحترم بعضنا البعض، أن نحترم اختلافاتنا ونعمل على زيادة أماكن الاتفاق اللي بيننا. نقابة المحامين هي بيتكم، هي ملاذكم، هي مستقبلكم ومستقبل أبنائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.